جولة الصحف الرياضية نستهلها من إسبانيا، حيث كلاسيكو السبت يستأثر بمقالات وتحليلات اليوميات المحلية. أس وصفت النزال بالاختبار الصعب بالنسبة للريال في ظل الدينامية السلبية التي يعيشها الفريق في المباريات الأخيرة. الصحيفة ترى مع ذلك في مواجهة الغريم التقليدي برشلونة فرصة مواتية لتغيير هذه الدينامية. يومية موندو ديبورتيفو الموالية للبارسا كتبت عن حالة تأهب أبيض عشية الكلاسيكو في إشارة إلى التوترات الجدية داخل النادي الملكي بعد مراكمة هزيمتين متتاليتين قبل الموقعة الأهم في الدوري، واحدة في الليغا أمام الوافد الجديد على قسم الصفوة قادش، وأخرى أمام شختار دونيستيك في إطار عصبة الأبطال الأوروبية. الصحيفة اعتبرت أن انتصار رونالد كومان في مواجهة الأولى كمدرب أمام زيدان قد يعصف بمنصب الأخير، والمرشحان لخلافته تضيف الصحيفة الأرجنتيني بوتشيتينو واللاعب السابق للريال راول غونساليس. وضعية مدرب الريال واللاعب السابق للمنتخب الفرنسي كانت أيضا محط تحليل يومية ليكيب التي كتبت أن الكلاسيكو وبعده لقاء مونشنغلادباخ الثلاثاء المقبل برسم عصبة الأبطال سيكونان حاسمين بالنسبة لمستقبل زيدان على رأس الفريق التقني للريال. الصحيفة واصلت اهتمامها أيضا بمشكلة النقل التلفزي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ونقلت عن رئيس الاتحاد المحلي للعبة قوله إن القلق كبير مع ميديا برو الشركة الإسبانية التي تطلب مزيدا من الوقت لسداد دفعة ثانية من حقوق البث التلفزي كان ينبغي أن تسددها في 5 أكتوبر الجاري. وإلى إيطاليا، حيث اهتمت لاغازيتا ديلو سبورت بفوز ميلان خارج ملعبه أمام سيلتيك في مستهل مشواره في الدوري الأوروبي وعنونت ميلان عملاق. اليومية تطرقت أيضا للحالة الصحية لمهاجم اليوفي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأوردت أن الأخير خضع لاختبارات جديدة كشفت أنه لم يتشافى بعد من الإصابة بفيروس كورونا. والختام من لانسي البرازيلية، الصحيفة احتفت بعيد ميلاد أسطورة الكرة العالمية بيلي الذي أطفأ الجمعة شمعته 80. لانسي خصت أفضل لاعب عبر العصور بملف يستعرض مشواره الكروي الحافل والاستثنائي.